نعم، طيب باعتقادك المفاوضات التي تجري اليوم في تركيا ما بين الوفد الأوكراني والوفد الروسي لإيجاد حل للحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، هل ستأتي بنتائج بناء على ما يجري حاليا؟ يعني أعتقد كلمة الغرب يعني خفف شوي بدي لك تحرير أوكرانيا أكيد رح ترجع لروسيا لأنه كان يستفيد بشكل كبير، بس أكيد الحرب كمان عملت مشاكل إنه أنت اليوم كيف ترجع تسوي لشعبك إنه أنا كنت غلطان، أي قائد كيف بده يرجع يسوي لشعبه أنا كنت غلطان، أنا ورطت بلدي بحرب ما لي أنت، يعني أكيد هو اليوم انتهى كل الجيش الأوكراني اليوم ما في جيش أوكراني، صفت مقاومة تفرق قوات الملك، بس أكيد يعني الروس خلال أول فترة يومين ثلاثة دمروا كل الجيش الأوكراني. فالبحثات اليوم يعني عم تاخذ بشكل كمان قرار في اوكرانيا يعني كمان ما مركز الان، يعني تسمع كل مين عم بيحكي شكل جوات الطاقه والقياده باوكرانيا، يعني بتحسهم شوي عم بيلعبوا بالوقت، لذلك روسيا بلشت بعتقد بعد المفاوضات الاولى تضغط اكثر عسكريا. طيب باعتقادك باختصار دكتور لضيق الوقت، انتهى معنا الوقت تقريبا، هل ستستطيع تركيا ايجاد حل وسط بين الطرفين؟ يعني اعتقد هو الاقرب له من الطرفين هن بيلاروس، اقرب لاوكرانيا واقرب للروس ولاوكرانيا، هن بيلاروس اكيد انه هتكون من دور الاكبر، اكيد رح يكون الاتراك من دور مساعد. نعم، لكن البيلاروس هم طرف في الحرب الحاليه يعني بشكل واضح. بس ما ننسى انه هن كلهم سلافيين، في قرابات لبعض، نسميهم مثل اولاد العم.